وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف من سلطنة عمان الإعلامي أحمد الهوتي. أهلا وسهلا بك. وبداية، كيف تابعت مراسيم الاستقبال لسلطان عمان هنا في الكويت، وأيضا ما الذي خلفه لديك من انطباعات؟ الحقيقة الأستاذة نورة والأستاذ سعود، سعيد أن أكون معكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الزيارة الميمونة لجلالة السلطان المعظم لدولة الحب والسلام لكويتنا اللي دائما نعزها ونحبها ونحب أهلها. على كل حال، هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون والتبادل في هذه العلاقة المميزة التي تأطرت خلال السنوات الماضية منذ على الأقل يعني ما نتذكره نحن في جيلنا، الشيخ المرحوم جابر وبعده الشيخ صباح والشيخ نواف الله يرحمهم، اللي كانوا في علاقة مميزة الحقيقة مع جلالة السلطان قابوس الراحل الله يرحمه ويغفر له. ولذلك هذا الإرث ممتد، هذه العلاقة ممتدة، وهي في يومنا الحاضر في عهد الشيخ مشعل تتجدد، ونؤطر من خلالها مجموعة من المشاريع والاتفاقيات ذات يعني البعد التنموي اللي ممكن يمكن البلدين والشعبين في أنهم يرتبطوا مع بعضهم البعض أكثر ويتعاونوا في مجموعة من المشاريع والاستثمارات المشتركة. في تقديري أنه آن الأوان أن نفعل كل الاتفاقيات اللي تم الاتفاق عليها عبر الأطر الخليجية من خلال مجلس التعاون أو من خلال الأطر الثنائية بين عمان والكويت. ونعتقد أنه مصفاة عمان والكويت التي دشنت خلال الأشهر الماضية واحدة من المشاريع المهمة، ونعتقد أنه سنشهد خلال الفترة القادمة مجموعة أخرى من المشاريع سواء في الكويت أو عمان. أعتقد أن كل دولة من هذه الدول تتمتع بميزات، ولابد من العمل على استغلال هذه الميزات التنافسية والبناء عليها. الكويت اليوم تقترب من مثلا في الجغرافيا إلى الحدود العراقية وما جاورها، وبالتالي يمكن للسلع العمانية أن تنتقل بسهولة عبر الموانئ الكويتية، والعكس أيضا ممكن للسلع الكويتية أن تأتي وتمر عبر الموانئ العمانية، وكذا الحال بالنسبة للمشاريع سواء كانت في الكويت أو عمان. لابد من العمل من استغلال هذه الميزات الموجودة بين البلدين. نعم، أسأل الله أن يديم هذه العلاقات وإن شاء الله دائما تتوج بالنمو والازدهار. أبي أتكلم بعد معك أستاذ أحمد عن التنسيق، نرى تنسيق مباشر أكيد على أعلى مستوى بين الجانبين في مجالات متعددة، حدثنا عن هذا التنسيق على المستوى السياسي. الحقيقة التنسيق السياسي كما تعلمون يعني قديم ومنذ سنوات طويلة، وهناك تنسيق أمني وتنسيق عسكري في شتى المجالات والميادين، هناك تمارين عسكرية مشتركة تتم بين البلدين، هناك يعني تعاون فيما يتعلق بالأمور الخارجية وما يتعلق بالقضايا المصيرية سواء كان ذلك عبر مجلس الأمن أو الجمعية العامة المتحدة أو المؤسسات الدولية الأخرى أو عبر أيضا مجلس التعاون. هناك تنسيق تام ونعتقد توافق حتى في الرؤى بين عمان والكويت، وبالرغم من يعني القادة الذين مروا على الدولتين إلا أنه الأطر والرؤى بقت كما هي، رؤية الكويت تتناسق وتتسق مع رؤية عمان. أنا أعتقد أنه الآن الأمور اتجهت من الجانب السياسي للتنسيق أكثر في الجانب الاقتصادي، وهذا ما سيجعل القضايا يعني أكثر قربا، ويمكن حتى للشعوب في البلدين أن يستفيدوا من هذه العلاقة المميزة.
نعم، واليوم تبارك الرحمن منذ الساعات الأولى يتوهج أكيد الإعلام الكويتي بمضمونه لهذه الزيارة. ماذا عن الطرف الآخر لديكم مع الإعلام في سلطنة عمان، وماذا وثق ورصد لهذه الزيارة؟ الحقيقة الكل هنا يعني يتحدث معنا وإلينا منذ الأمس الحقيقة، من أنه هذه الزيارة ماذا ستشهد، ما هي الاتفاقيات وما هي الأطر التي سنتفق عليها مع الكويت. لا يعني لعلمك أن هنا في عمان الكويتيين لهم تقدير خاص، خاصة خلال الفترة الأخيرة، يعني عدد السياح والزوار من الكويت تجاوز 40,000 شخص. هذا دليل الحقيقة أنه في مودة خاصة وفي حب بين يعني المواطنين في البلدين. وكذا الحال أيضا الكويت شهدت يعني آلاف العمانيين الذين قدموا للكويت خلال الفترة الماضية. هذا يعني أن القطاع السياحي سيشهد ازدهار بين البلدين فيما يتعلق أكيد نفتخر بكم. الله يخليك، وإحنا كذلك. يعني اليوم الكل فرحان أيضا في عمان بهذه الزيارة، ويعني نعتقد أنكم أنتوا وإحنا في تنافس في كيفية الترحيب بالآخر، وإن شاء الله أنكم تزيدوا علينا، لأن احنا اللي بذلناه وعملناه كان لعيون أهل الكويت ولسمو الأمير. وأنا أعتقد أنه أيضا الكويت اليوم مزدانة وفرحانة، وأيضا فعلت يمكن مثل ما فعلناه في زيارة سمو الأمير لسلطنة عمان. نعم، هذا القرب أكيد والانتماء بين الشعبين، وأكيد كقيادتين حكيمتين أكيد إحنا فخورين أكيد في السلطنة. وإن كانت هي وجهة سياحية فالكويتين دائما يشوفون سلطنة عمان وكأنها دارهم أكيد الأولى وليست الثانية. خليني أنتقل معك أستاذ أحمد، كيف أثرت التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة على العلاقة بين البلدين؟ الحقيقة لم تؤثر سلبا وإنما أثرت إيجابا. هناك توافق في الرؤى بين سمو الأمير في الكويت وبين جلالة السلطان هيثم، ويعني هناك اتفاق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على سبيل المثال، اتفاق على أعلى مستوى فيما يتعلق بالدعم الذي قدم للشعب الفلسطيني، وأيضا الدعم الذي قدم سياسيا سواء عبر المنظمات الدولية أو من خلال مجلس التعاون أو حتى من خلال يعني التوجيه المباشر لسمو الأمير وجلالة السلطان لوزراء الخارجية بأن يدعموا فلسطين في هذه المرحلة بكل الطرق وبكل الأساليب. فيما يتعلق بالقضايا الأخرى وما يتعلق مثلا بملف إيران، كذلك هناك يعني اتفاق بأنه إيران دولة جارة ولابد التعاون والتعامل معها وفقا لهذا الأمر، ولابد أن يكون هناك يعني على الأقل اتفاق و يعني استماع للطرف الآخر وأن يحترم الطرف الآخر وجهة النظر الخليجية، خاصة فيما يتعلق بالملفات العالقة في اليمن والملف العالق في سوريا وغيرها. أنا أعتقد أنه التقارب الخليجي الإيراني في نوع من الاتفاق بين عمان والكويت في طريقة التعامل لهذا الملف. فيما يتعلق بالملف اليمني هناك أيضا اتفاق، كما تعلمين عمان والكويت يعني كانتا على الأقل بعيدتان عن مسألة التدخل المباشر في اليمن، ولذلك هذا الأمر جعلت عمان والكويت الآن تلعبان دور مهم في تقريب وجهات النظر بين اليمن وبين دول مجلس التعاون، وأن يستقر اليمن خلال المرحلة القادمة وتقديم ما يمكن تقديمه للنهوض باليمن خلال السنوات القادمة. بالنسبة للملفات الأخرى المتعلقة بأفغانستان وما جاورها باكستان وغيرها، هناك أيضا كما تعلمين تواصل مستمر بين السلطنة والكويت في التعامل مع هكذا ملفات، لأنها بشكل أو آخر تؤثر على أمن الخليج وعلى سلامة
يعني الأراضي الخليجية وغيرها، سواء كانت فيما يتعلق بالمهاجرين الغير شرعيين أو فيما يتعلق ب يعني البحار المفتوحة بيننا وبينهم. فنعتقد أن هناك توافق في معظم القضايا السياسية، وهناك أفق واسع بين السلطنة والكويت. نعم، المساعي كلها أكيد نحو الاستقرار والأمن أكيد في الدولي وإن كان إقليمي. خليني أستفسر منك أستاذ أحمد عن وكالة الأنباء العمانية، أن سمو الأمير وجلالة السلطان سيبحثان الموضوعات اللي تجسد العمل الخليجي وتعزز مسيرته في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. ما هو التقويم والتنسيق بين الجانبين في إطار المنظومة الخليجية؟ الوكالة وغيرها من المؤسسات الحقيقة الإعلامية العمانية ركزت بشكل أساسي حول هذه العلاقة المميزة وحول المباحثات التي ستجرى في الكويت بين العاهلين الكبيرين. وطبعا أبرز هذه القضايا ستكون القضية الفلسطينية وما آلت إليه عبر الشهور الماضية من يعني الهجوم الإسرائيلي على غزة، وبالتالي هناك بالتأكيد رؤى ستكون واضحة في هذا الإطار وما ينبغي فعله وعمله خلال المرحلة القادمة لهذا الملف. هناك أيضا عدد من القضايا التي يمكن التركيز عليها، وهو إطار يجعل مجلس التعاون أكثر قوة، سواء في الجانب الأمني أو العسكري أو السياسي، على اعتبار أنه لابد من الكتلة الخليجية أن تلعب دور خلال المرحلة القادمة في ظل هذه يعني المعطيات الجديدة. هناك انتخابات أمريكية قادمة في الطريق، ولابد لمجلس التعاون أن يكون له دور الحقيقة في التعاطي مع هذا الموضوع، مع هذه الانتخابات القادمة. هناك أيضا موضوع إسرائيل الآن مطروح وبقوة، وهناك أيضا تغير في المسار الأوروبي تجاه مجلس التعاون، وهذا يجب استغلاله بطريقة إيجابية حتى نستطيع الحقيقة الوصول إلى اتفاق مع الأوروبيين. هناك أيضا اتفاق مع الهند، ويجب أن ننتهي من هذا الملف اللي هو الاتفاق التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. فهناك جملة من القضايا والموضوعات الملحة، إلى جانب ما ذكرته فيما يتعلق بملف السودان وملف اليمن والملف السوري والملف اللبناني. كل هذه القضايا أنا أعتقد أنها ستطرح على العاهلين الكبيرين، وسيتم اتخاذ ما يمكن اعتباره اتفاق بين دولتين يمكن الأخذ بهذا الرأي في القمة الخليجية القادمة. نعم، يعني تفاصيل كثيرة أكيد قدمتها من خلال هذا التواصل. الشكر الجزيل لك الإعلامي الأستاذ أحمد الهوتي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.